السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم، مرحبا بكم في درس الأسبوع 24 في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، باب التزكية، سورة الإنسان، الآيات من 11 إلى 22. الأهداف: أتلو الآيات تلاوة سليمة، أحفظ وأستظهر الآيات، أتحلى بخلق الصبر وأعمل صالحا. القيم المتضمنة: الصبر، الجزاء والثواب. الحصة الأولى: استمع بخشوع لقراءة أستاذي أو أستاذتي أو لشريط لمقرئ برواية ورش. نستمع لسورة الإنسان من الآية 11 إلى 22 بصوت الشيخ القارئ عمر القزابري، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. أتدرب على حسن الاستماع والقراءة المرتلة، أحاكي ترتيل الآيات القرآنية الآتية: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قواريرا من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أتعرف شرح المفردات والعبارات القرآنية: الأرائك هي جمع أريكة تعني الأسرة المزينة، الأسرة جمع سرير، سلسبيلا تعني ماء عذبا، كان سعيكم مشكورا تعني كان عملكم مقبولا، سندس تعني الحرير الرقيق. أستنبط معاني الآيات: بماذا يطاف على المؤمنين الأبرار؟
يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. من يطوف عليهم؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بماذا يسقى المؤمنون الأبرار؟ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. لماذا سقاهم الله شرابا طهورا؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني سقاهم الله شرابا طهورا جزاء لما كان يفعلوه وشكرا لسعيهم. الحصة الثانية. أتدبر قول الله تعالى في سورة الإنسان الآية 22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. وأذكر بعض الأعمال الصالحة التي يجازي الله عنها بالجنة ونعيمها. بعض هذه الأعمال الصالحة: الصلاة، الصدقة، الكلمة الطيبة، الصدق، كثير من الأعمال. أستثمر تعلماتي وأوظفها. أتخذ موقفا إيجابيا. تشافين سريع الغضب. لا يصبر على من ظلمه من الأطفال. انطلاقا من قول الله عز وجل في سورة الإنسان الآية 12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. أقدم لتشافين النصح المناسب: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن الشافين يجب عليه أن يصبر ليحصل على الجزاء، والجزاء هو الجنة والحرير، ولكنه هو لا يصبر. أحفظ وأستظهر. أعيد كتابة الجزء الثاني من السورة برسم المصحف المحمدي بعد حفظها الجيد. باب الاقتداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قومه. الأهداف: أتعرف قصة وضع الحجر الأسود ودور الرسول صلى الله عليه وسلم في التأليف بين قومه. أحكي مقاطع سردية من القصة. أؤلف بين المتخاصمين بالحكمة والرأي الصائب. القيم المتضمنة: الأمانة والحكمة. الحصة الأولى. أفكر. لقد استطاع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يجنب قومه حربا كبرى بفضل حكمته ورأيه السديد في التأليف بينهم، فكيف كان ذلك؟ أقرأ. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، تساقطت أمطار غزيرة بمكة، فجرف سيل كبير الكعبة، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أول داخل عليهم من باب المسجد.
وشاء الله أن يكون أول من يدخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حكيم رضي به القوم. أفهم: من اجتمع لبناء الكعبة وعلى ماذا اتفقوا لتجنب النزاع؟ الذين اجتمعوا لبناء الكعبة هم قريش. وماذا اتفقوا لتجنب النزاع؟ اتفقوا أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أول داخل عليهم من باب المسجد. إلى من احتكمت قبائل قريش؟ احتكمت قبائل قريش إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أول من دخل عليهم. ما هي الصفة الخلقية التي جعلت قريشا ترضاه حكما فيما اختلف فيه رؤساء القبائل؟ إذن الصفة الخلقية هي الأمين. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه. أحلل: إلى ماذا يرفع الخلق العظيم صاحبه؟ كيف ألف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بين قلوب القبائل المتنازعة على وضع الحجر الأسود؟ أستنبط من خلال هذه القصة صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أستخلص: اشتهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة كالصدق والأمانة والرأي الصائب، وقد استطاع بفضل حكمته أن يصلح بين قبائل قريش وأن يجنبها نزاعات كثيرة. الحصة الثانية: أستثمر تعلماتي وأوظفها. أختار عبارات ومقاطع جميلة من القصة ثم أرددها على مسامع أفراد أسرتي أو زملائي أو زميلاتي. أبدي رأيي: أرانيا تلميذة لا تحب الخصام بين الأطفال، وكلما وجدت اثنين يتخاصمان أسرعت لتصلح بينهما بالحكمة، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة الإنسان الآية 30: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. واستهداء بسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر رأيي بخصوص أخلاق رانيا. أتخذ موقفا إيجابيا. سعاد تكذب وتغتاب وتنم لتشعل الفتنة بين الناس. أبادر، أبحث عن متخاصمين ثم أستدعيهم للحضور إلى نادي
الوساطة المدرسية قصد الحوار والتفاهم لطي صفحة النزاع والخصام. صورة لنادي الوساطة المدرسية. أقتدي برسول محمد صلى الله عليه وسلم، أتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأساهم في حل الخلافات بالحكمة والرأي السديد، أؤلف بين الناس ولا أفرق بينهم. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.